ولو كان الشعب هو الظالم، ولو كان حراكه عن بغي وإفساد، لكان هناك وجه لتدخل الجيوش الخليجية يوم أن دخلت البحرين لمواجهة الشعب، ولكان كذلك لبقائها في مواجهته إلى اليوم وجه. ونقول لمواجهة الشعب ذلك لأن مناسبة مجيء هذه الجيوش إنما هو الحراك الشعبي السياسي، وبدأت تتدفق قطعات الجيش الخليجي على البحرين مع بداية هذا الحراك وأحداثه. ولكن ولأن الأمر على العكس، ولكن الموقف السياسي الخليجي جاء على العكس، وجاء تدخل الجيوش الخليجية داعماً للموقف الظالم الذي تقفه السلطة من الشعب قبل حراكه السياسي وبعده. لذا كان يوم هذا التدخل بما مثله من مصادمة مع مقاييس الدين والعقل والعرف والقوانين العادلة، وصدمة للضمير الإنساني والضمير العربي، وبما تسبب فيه من طول عمر الأزمة في هذا البلد المسلم، ومضاعفة للخسائر التي أضرت به، يوماً سيئاً أسود كالحاً في تاريخ البحرين وتاريخ المنطقة وتاريخ بل تاريخ الأمة. يوم يستوجب سرعة التراجع عن خطئه وعاره وخطيئته، وفي التراجع خير وصلاح وإصلاح، وهذا ما يفرضه ديننا القويم ويطالب به هذا الشعب وتقضي به مصلحة الجميع. لا منقذ في حوار شكلي ولا مراوغات سياسية حاذقة ولا التفاف ولا حلول صورية ولا وعود معسولة ولا تهديدات مكشوفة أو مبطنة ولا بممارسة للعنف على الأرض ولا سقوط شهداء ولا زيادة مرتفعة في عدد السجناء. وكان الجواب على حراك الشعب السجن والقتل والتشريد والطرد من الوظائف والجامعات والمدارس والإمعان في الإهانة الدينية والإنسانية والتعدي على المقدسات ومصادرة الحريات الكريمة وتعميم الخوف وأجواء الرعب وألوانا متعددة من العذاب والعقوبة. كان هذا هو الحل في نظر السلطة ولا يدرى بالضبط هل وصلتها لحد الآن رسالة من صمود هذا الشعب وتضحياته وصبره ورباطة جأشه وإيمانه بحقانية مطالبه وعدالة قضيته تقنعها بخطأ ما اختارته من حل وعدم قدرته على الحسم بالطريقة الظالمة التي ارتضتها أم لا؟ الشعب سوف ينتصر. وكم ستتعب السلطة، وكم سيتعب الشعب، وكم سيخسر الوطن ما لم تصل السياسة الرسمية إلى هذه القناعة وإلى ضرورة الحل الإصلاحي الذي يرضى به الشعب، وليس أي حل يسمى بالإصلاح. الحل لا يحتاج إلى تفكير عميق، ولا إلى فلسفة صعبة، ولا إلى حوارات، ولا استيراد خبراء، ولا تجارب يتتلمذ عليها لتعلم الحل. كل ذلك ليس محل حاجة تحتاجها الإصلاح. وكل الحل يملكه طرف واحد وهو السلطة، ويتوقف على نية صالحة تنتج إرادة سياسية إصلاحية جادة تفضي إلى صيغة إصلاحية تتوافق مع إرادة الشعب
وتنال موافقته في استفتاء شعبي حر نزيه له ما يضمن حريته ونزاهته. وإذا كان الحوار طريقاً من طرق التخريج السياسي للحل الإصلاحي الحقيقي فهو أمر متعقل لو كانت وظيفته كذلك مع توفر الشروط الكافية لأدائه لهذه الوظيفة، وهذا على خلاف ما يشير إليه مخطط الحوار وتركيبته ومساره. أنتمنى لهذا الوطن أن يبقى يوماً واحداً في محنته وفرقته وعذابه وتمزقه وتباعد المسافة بين أبنائه، ولا يجيز لمسلم إسلامه ولا لصاحب حس إنساني حسه ولا لذي غيرة وطنية غيرته أن يقف موقفاً، أن يخطو خطوةً، أن يقول كلمة مما فيه تعطيل للحل وإبقاء للمأساة وخسارة للوطن وشقاء لأهل هذه الأرض. ونقول بكل جد ومن خلال نظرة دينية وإنسانية ووطنية: أوقفوا نزيف الدم ونزيف المال ونزيف الدين ونزيف العلاقات ونزيف الكرامة ونزيف كل القيم الرفيعة، وخذوا بالإصلاح الجدي الذي يلبي ضرورات المرحلة وينال مرضاة الشعب، فإن هذا الإصلاح هو الحل ولا حل غيره.